فقرة القصة. وقصة الحدث في هذا اليوم انتشرت بصورة كبيرة جدا. دعوني أعطيكم نبذة صغيرة عن هذا الموضوع. في أمريكا وفي دول أوروبا حصلت مظاهرات كبيرة جدا من قبل شريحة من الطلاب والمدرسين والعلماء في هذه الدول. وكنا نتذكر أنه صارت أكو يعني اعتقالات وحتى وصلت إلى مرحلة القتل لهؤلاء الطلاب لمجرد أنهم ذكروا قضية فلسطين وفلسطين يجب أن تكون حرة. فما بالك أن رفعوا هذه اللافتة في وضح النهار. لنشاهد الفيديو. انتشر هذا الفيديو بشكل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال احدى الجامعات في نيويورك بصورة وفيديو موضح لرفع هؤلاء الطلاب لصورة المرشد الأعلى الإمام الخامنئي في هذه الوقفة الاحتجاجية. هم قالوا يعني فلسطين لازم تكون حرة، اعتقلوهم وقتلوهم. بعد رفعهم لهذه اللافتة شنو راح يكون ردة فعل الأمريكان؟ لا أعلم. أيضا لدينا في قصة الحدث تغريدة الإمام الخامنئي. لاحظوا كيف يتصرف الأمريكيون أزاء معارضة طلاب الجامعات لإسرائيل بألسنتهم. لم يطلق الطلاب الجامعيون شعارات تحت الشغب تحث على الشغب، ولم يقتلوا أحدا، ولم يضرموا النار في أي مكان، ويعاملون بهذا النحو. يعني ما سووا شغب ولا يعني أضرموا النيران لمجرد أنهم بألسنتهم قالوا كلا للصهاينة. أصبح هذا الموضوع